اختطفوا محمد منير هايل بحجة كذب وزور وبهتان بأن أنه أخذ عليهم شوقي محافظ تعز، يعني سيارة مليانها زيبق أحمر. طبعا هم يسمعوا أن الزيبق الأحمر غالي، فقالوا خلاص سيارة مليانها زيبق أحمر، رغم لو في العالم بأسرة ما بيحصلوا حملة سيارة زيبق أحمر. على كل حال نحن نؤكد بأن هذا زور وبهتان على آل هايل، وأنه لا عندهم زيبق أحمر ولا عندهم والله مثقال ذرة للخاطفين. هذه شهادة نشهد بها على ما أمام كل مسلم. يعني نعم، ها؟ على أي شيء اعتمدت بالكلام؟ يعني في أحد الخاطفين قال يعني تغلق علينا باب الحشيش، وما عاد في معنى إلا وسيلة لا نأخذ ابناء الأثرياء، يعني ابتزاز للأسف الشديد. يعني هؤلاء لا عندهم دين، شلة، لا عندهم دين، لا عندهم أخلاق، لا عندهم حياء على الإطلاق ولا تقدير لأحد. عملنا معهم بكل حيلة ووسيلة، مطالبهم يشتوا سيارتهم اللي فيها زيبك كما حسب قولهم، أو يعني 40 مليون سعودي. يعني إذا وعدوا أخلفوا، نتفق أنهم على اتفاق يعني ما يمشوا عليه. يعني حتى وصلنا، طبعا وصل هناك عرض عليهم لأنهم مضطرين في سلامة الأخ محمد منير هايل، أجبرنا على أن نعرض عليهم أشياء، لأنه إذا حدث بيننا وبينهم قتال يعني نخشى أن يصيبوه بأذى. فاضطرينا، مثلا اضطر الشيخ احمد حسين القردعي الى ان يقدم صالون 2011 لهم، وكذلك الشيخ احمد محمد القردعي قدم سياره حبه 2013، ايضا الشيخ خالد علي ناصر طريق قدم لهم صالونه تقريبا 2007. انا عرضت لهم 20 مليون ريال من جيبي الخاص، وهم يجيبون محمد منير هايل سالم. وللأسف لم يزدهم ذلك إلا طمع، قالوا نحن نريد 40 مليون سعودي. فقلنا لهم آل هايل لو أنتم في 1000 ريال يمني لن يعطوا، لأن آل هايل لو يعطوا شيء للمختطفين هذا يعني أنهم هدروا أموالهم وأولادهم للابتزازيين، ما ليس لصالحهم، ليس لصالحهم أبدا أن يعطوا لأحد المختطفين ريال واحد على الإطلاق. لا يزالوا محاصرين حتى لا يهربوا إلى مكان آخر. والله نحن سوف نواصل للنهاية بإذن الله رب العالمين حتى يتم إطلاق سراح محمد منير هايل. المفاوضات لا تزال مستمرة، ولكن الخاطفين مصرين على 40 مليون ريال سعودي، وهذا لن يتحقق لهم على الإطلاق. على الإطلاق، والله الإجراءات نحن قد نضطر إلى استخدام القوة، ذلك لن يؤثر على سلامتك. والله الحياة والموت بيد الله، لو اجتمعوا أهل الأرض على أن يضروا الأخ محمد منير بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتب الله له، هذا شيء بيد الله، لأنه ما فيش أمامنا خيار. يا إما مثلا حتجيب لهم طلبهم، وإذا حتجاب لهم طلبهم هذا يعني تشجيع الخاطفين على الآل هايل وغيرهم من الآخرين، أو يعني نستخدم القوة، ما في غير ذلك. طبعا الآل هايل أكدوا إنهم لن يعني يقدموا على ذلك أبدا. فعلى كل حال ونحن يعني نؤيدهم إنهم لا يضحوا بأولادهم وأموالهم للابتزازيين على الإطلاق، ولازم القضية هذه كلها يعني موقف حاسم بإذن الله. والضغط مستمر على هؤلاء، وتم الضغط على أخواننا يعني الجناح، قبيلة الجناح بتوقيع ورقة بأنهم مهدرين دم هؤلاء الخاطفين ودم من والاهم، وقعوا على هذه الورقة. الدولة نحن منتظرين منها موقف حاسم. نحن يعني الدولة للأسف لا حد الآن لا زالت تتفرج، بس
لا ندري ماذا يعني يفكروا فيه. ما أظنهم سوف يتخلوا، دولة ما بيتخلوا. هي نزلت قوة إلى مأرب على أساس يعني تروح باتجاه الخاطفين ومساندت قبيلة مراد، ولا بد من حسم هذه القضية برمتها مهما كلفهم الثمن. ونحن نعتبر أنفسنا مجاهدين في سبيل الله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ما جزاء الذين يفسدون في الأرض أن حد يعطيهم أموال، ما جزاؤهم إلا كما حكم الله عليهم في محكم كتابه، إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاؤهم في كتاب الله. أما أن حد يعطيهم مطالبهم والله ليس معقول وليس منطقي. احنا اضطرينا إلى العرض عليهم من يعني من جوبنا الخاصة، ليس من دهلان سعيد، من جوبنا الخاصة، على أساس أو نحن يعني في سلامة الأخ محمد، ولكن دون جدوى. والله أولا أوجه للأخوان الهيل سعيد بأن لا أحد يبتزهم أو يكذب عليهم أو ينصب عليهم، ونحن نأيد قرارهم إنهم لن يعطوا 1000 ريال يمني لا لهؤلاء ولا لغيرهم الذين يبتزون الناس، ويثبتوا على قرارهم هذا مهما كلفهم التضحيات. وأما الدولة فنحن ننتظر منهم موقف حاسم صارم، ولا يستقيم الأمن والعدل إلا بحكم صارم من غير ظلم. ولا بد من اتخاذ الموقف واتخاذ القرار النهائي، ونحن سوف نساندهم بذلك. قبيلة مراد بيساندوا، لأن قبيلة مراد قبيلة شريفة، إنما هذه شلة بسيطة عدوا بالأصابع، لهم 15 سنة يمارسوا هذا الشيء، ولا بد من استخدام القوة. لا ما في يعني حل لاستخدام القوة، أما المدارة هذه بتزيد الطين بلة، لا فائدة. أما الخاطفين فنصيحتي لهم بأنهم سوف يصلوا إلى طريق مسدود، لأن والله لن يعطيهم أحد شيء، ولن نترك أحد يعطيهم ريال واحد مهما كلفنا الثمن. احنا قد ضحينا باللي ضحينا به ما قبلوه، خلاص هذا الباب تغلق نهائيا، وسوف يتم استخدام القوة. ما في حل لهم، يريدوا أن يسلموا رؤوسهم يسلمونا محمد منير هايل سعيد سالما معافى، هنا يسلم رؤوسهم ما لم الدولة باتخذ إجراءاتها، وأصحابهم ومراد بشكل عام ضدهم، فما يقدروا يواجهوا دولة وقبلها، يستحيل هذا الكلام. في الأخير بيصلوا إلى طريق مسدود وبيصلوا للنهاية، ونحن نؤكد ذلك الأيام بيننا، بيصلوا إلى طريق مسدود، والله لن يربحوا من ذلك شيئا لو استمرت القضية 20 سنة.